يهمنا بطريقه غير مباشره، خاطر هو في الاصل يهم موضوع تسجيل الدواء، توسكي معناها انريجسترمون، توسكي كونترول دي ميديكامون، هذا هو اللي باش يتحسن بالمشروع هذا، معناها والاجيال خاصه تاع رخص تاع الدواء والترويج في تونس وكل شيء، هذا هو اللي باش يتحسن. قيتها في موضوع الصيدليات الخاصه بالذات الموضوع ما يهمنيش برشا، يعني يهم اكثر موضوع التسريع في الاجراءات الاداريه اللي تهم ترويج الدواء في الجمهوريه التونسيه، هذا هو الهدف من الوكالة. والحاجة الثانية هي الوكالة زادة باش تولي عندها استقلالية مالية ومعنوية اللي باش تخليها نجم تقتني مثلا المعدات كل سهولة، مش كيما توا مثلا المخبر الوطني لمراقبة الأدوية وإدارة في الأخر، معناها لازمها طلب عروض ولازمها تجي من عند الوزارة، معناها فما شوية تسهيلات باش تقيتها، حاجة باهية إن شاء الله في أقرب الأجيال. مش الفايدة في القانون، الفايدة تولي قيمة الذات، خاطر برشا قوانين صارت ومن بعد ما فما جاي.